لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن أعضاء مجلس النواب هم شركاء للحكومة ورقباء عليها، وهي حريصة كل الحرص على إنجاح هذا الدور الوطني لتعظيم المكتسبات الوطنية من الحياة الديمقراطية. ولفت سموه إلى ضرورة زيادة آفاق التعاون الحكومي البرلماني فيما يتعلق بتوحيد الجهود نحو تبني كل ما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم، مؤكدا سموه بأن المجلس أو مجلس النواب شريك أصيل في كل عمل وطني، وهذه الشراكة تكتسب قوتها كون النواب هم ممثلو هذا الشعب الذين كانوا ولا يزالون الباعث لكل إنجاز تحقق لهذا الوطن. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التعامل بدقة مع التطورات الاقتصادية، وأن يتحمل كل طرف في المنظومة الاقتصادية المتكاملة مسؤوليته في دفع عجلة التنمية وضمان عدم تعثرها جراء التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي. ونوه سموه بأهمية تكاتف الجهود التي تفضي إلى دعم الشأن التجاري والاقتصادي، فالحاجة ملحة لكل جهد وطني يساند مساعي الدولة في تجنيب الاقتصاد الوطني أي تبعات تترتب جراء الوضع الاقتصادي في العالم، وبما يبعد المسار التنموي الذي يسير وفق أفق متنام عن أي تحديات تعيق وتيرته المتسارعة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الشأن الاقتصادي يحظى بجانب كبير من اهتمام الحكومة التي تحرص على أن تسير كافة العناصر المرتبطة به وفق الرؤية الحكومية في جذب الاستثمارات والتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين. وقد أعرب الحضور عن بالغ الاعتزاز والتقدير بالدور الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز التعاون الحكومي البرلماني، مشيدين بالرعاية والاهتمام الذي يحظى به القطاع الاقتصادي من سموه ومتابعته حفظه الله لكافة العناصر المنضوية تحت المنظومة الاقتصادية لضمان بلوغ الأهداف المنشودة نحو التنمية المستدامة، مؤكدين بأن لقاءهم بسموه يمثل فضاء مفتوحا لطرح كل ما يتعلق بمسيرة العمل الوطني بكل أريحية، لما يبديه سموه دوما من اهتمام بالغ بكل أمر يتعلق بالوطن والمواطن.